مصب بالزيت، يخدم مصب بالزيت في نفس الوقت يخدم رين في الهربال في التبخيرة. هنا بحلها الجوج اللي هو مقياس الزيت بل في التبخير، يعني بل في التبخير ينزل من الهواء لوطا يرجع الزيت للكارتير، يجي من هنا من عند مصب الزيت ينزل حتى للكارتير. هذا بل في التبخير نتاع 1.3.